تحية طيبة إلى النشرة المحلية والبداية من العناوين. الصحة تتسلم مساعدات طبية من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. جلسات حوارية تفاعلية في ختام ملتقى الشباب السوري الروسي. ورشة عمل بعنوان طلائعنا انتماء وعطاء. الجو صحو بشكل عام، تميل درجات الحرارة للارتفاع. استلمت وزارة الصحة السورية 196 طناً من التجهيزات الطبية، بالإضافة إلى 6 أطنان ونصف من الأدوية النوعية وعشر حافلات مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم القطاع الصحي في سوريا. الشكر والتقدير لإخوتنا في الإمارات العربية المتحدة على رأسهم السيد رئيس الدولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد وحكومة الإمارات وشعب الإمارات، الهيئة الممثل لهذه الجهة الهلال الأحمر الإماراتي أيضا كان موجود معنا طيلة فترة الزلزال وقدم الكثير من الدعم في القطاع الصحي وغيره للشعب السوري. نشكرهم مرة تانية ونقدر عاليا وقوفهم معنا في هذه المحنة، وإلى مزيد من التعاون والتنسيق بإذن الله. نحن الآن خلفنا باخرة محملة بمعدات طبية لدعم القطاع الصحي. نسأل الله أن يوفق أخواننا في سوريا، أهلنا، للاستفادة من هذه المعدات لصالح المتأثرين من الزلزال ولإخوانهم في سوريا إجمالا. العطاء مستمر، أهلنا في سوريا يستحقون هذا العطاء. دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا تزف هذه الهدايا إلى أخوتهم في سوريا. نسأل الله التوفيق إن شاء الله للجميع. تم استلام مساعدات طبية عبارة عن سفينة مساعدات بحمولة 196 طن، إضافة إلى 10 حافلات للركاب لخدمة المنظومة الطبية ومساعدة الكوادر الطبية في تنقلاتها. هي أول خطوة خطيناها من الصبح. الخطوة الثانية كنا عم ندشن أو عم نسلم 275 وحدة سكنية من الساندوش بانيل للعائلات المتضررة من الزلزال، ضمن 1000 وحدة سكنية اللي قامت بتمويل ودعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. 132 وحدة سكنية تم توزيع 50% منهم للإخوة المواطنين المتضررين بجراء زلزال 6/22/2023. طبعا المشروع هذا مدينة سكنية مسبقة الصنع لصالح المتضررين من الزلزال في محافظة اللاذقية. طبعا المدينة السكنية هذه مجمع 500 وحدة سكنية مقاومة للزلازل، بالإضافة إلى مول تجاري يتكون من نقطة طبية وكذلك صيدلية إلى محلات تجارية وكذلك مطاعم تخدم الناس المتضررين من الزلزال، بالإضافة إلى مجمع مدارس يخدم المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى مسجد، طبعا بالإضافة إلى البنية التحتية. هالمكان هذا الجاهز، البريكاست هذا لأهالينا اللي تضرروا بالزلزال، شوفوا كيف الأمور ماشية فيه وشو بده الاهتمام اللي بدا عليه وكيف بدنا نحقق الامتيازات الثانيه اللي بدها تيجي مساعدات من اخوتنا من الامارات ان شاء الله تعالى. مشاريعها اللي قاعدين ننفذها في الجمهوريه العربيه السوريه مستمره، وغير هذا ان فيها المساعدات الانسانيه للوصول الى المستفيدين. وبعدنا مستمرين في سوريا، وهذا واجب منا، نحن واجب منا اليوم نحن نوقف مع اشقائنا السوريين. اختتم ملتقى الشباب السوري الروسي الأول في اللاذقية جلساته الحوارية التفاعلية قيم الأسرة وتحدياتها الذي ينظمه الاتحاد الوطني لطلبة سوريا. موضوع الهوية من ناحية الموروث الثقافي، من ناحية خليني أقول التراث الثقافي الأدبي الفكري السينمائي، كل هي التفاصيل اللي هي بتعزز مجتمعاتنا، بتعزز خليني نقول وحدة التماسك. هي المجتمعات اللي لازم نحن نركز عليها في مواجهة هي القيم. مفهوم الأسرة بالنسبة لنا هو مفهوم واضح ولا يقبل المساومة. نحن أسرتنا مبنية على التقاليد الشرقية اللي نحن منشوف حالنا فيها ومنفتخر فيها، وعلى هذا المبدأ نحن مستمرين، ولازم دائما صوتنا يضل مسموع لحتى نتلقى الدعم، لحتى دائما أسرتنا تكون
ركائزها وأسسها قوية. تشاركنا التجربة مع الأصدقاء الروس نتيجة وجود الكثير من القواسم المشتركة، لأننا جميعا نريد أن نحمي مجتمعاتنا، نريد أن نستمر، نريد أن ننتصر، والنصر لا يكون في ميادين القتال فقط وإنما في الميادين الاجتماعية والأسرية بالدرجة الأولى، وهي التي تمهد لكل الانتصارات والميادين الأخرى. نحن سعداء لحضور هذا الملتقى والتفاعل مع شباب يفكرون مثلنا، ونحن مهتمون بتاريخ سوريا وثقافتها، ولدينا قواسم مشتركة عديدة. الانطباع ممتاز لأننا نناقش مشاكل مشتركة بين الشباب الروسي والشباب السوري، وتم اليوم مناقشة إمكانية دعم الطلاب للمشاركة في تطوير الحياة الاجتماعية. ناقشنا اليوم على الاتحاد الوطني لطلبة سوريا مستقبل العلاقة والتعاون بيننا، فالشباب هم الحاضر والمستقبل، وبأيدينا نستطيع تطوير بلدينا. اليوم المواضيع المطروحة والمحاور النقاش إن كان في قضايا الانتماء والهوية والمواطنة أو حتى الأسرة وأيضا وسائل الإعلام هي عبارة عن فرص وتحديات تواجه كل من سوريا وروسيا. اكتشفنا العديد من النقاط المشتركة، اكتشفنا أنه لدينا أيضا أهداف مشتركة ولدينا عدو واحد، خرجنا بالعديد من المقترحات التي أتمنى أن تجد طريقة للتنفيذ. أصدقائنا الروس تفاعلوا مع الفيلم بحرارة وتحمسوا هيك مثل المشاهد السوري تماما، فهي الملتقيات ضرورية لحتى فعلا يصير في معرفة وثيقة من قبلهم لحياتنا ولمجتمعنا بسوريا. التفاعل بين شبابنا وبين الشباب الروس كان كتير عظيم، يعني كان دائما في لغة راقية بالاستفسار، يعني ما بدي اقول انا بالحوار، يعني كان دائما في محاولة من الطرفين مشان كل واحد يعرف. يمكن بالنسبة للروس نحن ورجناهم شيء حقيقي على الأرض، يعني شافوا آثار وشافوا، بس بالنسبة للسوريين كانوا شغوفين أن يعرفوا أشياء عن تجارب روسية بمجالات مختلفة. أقام فرع طلائع البعث في اللاذقية بالتعاون مع مديرية التربية والمركز الإذاعي والتلفزيوني ورشة إعلامي الصغير في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في اللاذقية لتمكين الرفيق الطليعي وتأهيله في مجال الإعلام. لدينا مجموعة من الرفاق المميزين جدا الذين يرغبون ويطمحون لأن يكونوا في المستقبل زملاء لكم في الجانب الإعلامي. الغاية هي تمكين رفاقنا الطليعيين من اكتساب المعارف والمهارات الواجب امتلاكها ليكونوا في المستقبل إعلاميين مميزين. هذه الدورة هي تحضير وتأسيس لرفاقنا في مجال الإعلام وفي مجال التواصل، وأكاد أجزم بأن معركة الشكل والمضمون هي من أخطر المعارك، فيجب أن يتلازم الشكل مع المضمون لكي نستطيع أن نوصل الرسالة بشكل صحيح. نحن هالدورة عم نأهلهم ونجهزهم فيها من شان على مسابقات الرواد القادمة، عم نعرفهم شو المعايير المتبعة بالاختبارات، وإضافة لأنه رح يكون في محاضرات لأشخاص مختصين. المشاركين فيه هن رفاقنا الطليعيين الموهوبين في اختصاص الإعلام، مذيع، مصور، كافة أنواع التي تندرج تحت قسم الإعلام. نشاطنا اليوم هو نشاط مركزي وسنوي نعمله كل سنة مشان نهيئ من الرواد عندنا للمسابقات على مستوى المنطقة ومستوى القطر. شاركت بدورة الإعلام الصغير، استفدت منها كتير شغلات، تعلمت كيف ممكن أطلع أمام الكاميرا، كيف فيني غطي على أي خبر عاجل. اكتسبت العديد من الخبرات، منها طريقة التعامل مع الضيف عندما أتحدث معه في حوار. اكتسبنا الكثير من المعلومات، منها صفات الإعلام الناجح والفرق بين الإعلامي والصحفي. وأخيرا، يكون الجو صحوا بشكل عام وتميل درجات الحرارة للارتفاع تدريجيا وتصبح أعلى من معدلاتها بقليل. ليلا يكون الجو باردا بشكل عام، ويحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية وأجزاء واسعة في المناطق الداخلية خاصة الجزيرة والشمالية والوسطى والبادية. الرياح متقلبة الاتجاه بين الخفيفة والمعتدلة، تصبح يوم الجمعة جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة مع هبات تتجاوز 50 كيلومتر في الساعة نهارا، خاصة على المناطق الوسطى والمرتفعات الساحلية.
النشرة المحلية انتهت بأمان الله.